هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد عاد إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعاية أمس قادما من المملكة المغربية الشقيقة بعد زيارة خاصة قصيرة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وكان جلالته قد غادر المملكة المغربية في وقت سابق من يوم أمس، رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.